مشاهدينا وبنبدا حلقتنا معاكم النهارده، ويمكن لسه شايفين تقرير دلوقتي بخصوص السؤال اللي احنا سالناه في اول الحلقه. هنتكلم دلوقتي في موضوع مهم قوي. المقابله الاولى سواء كانت مقابله شخصيه او في العمل بتكون ليها تاثير كبير جدا، وبتكون يا اما الواحد بيحقق اهدافه والمقابله بتعدي بسلام، او ما بتتحققش الاهداف خالص والمقابله بتكون صعبه جدا وما بتعديش بسلام. وعشان كده طبعا احنا مهتمين جدا ان دايما كل المقابلات المهمه في حياتنا تعدي بامان وتكون مقابله ناجحه نقدر نستفيد منها زي ما احنا عايزين. اللي هيقول لنا الكلام ده واللي هيساعدنا على اننا نعدي بالفتره دي بشكل امان وبشكل سالم هتكون خبيره ومدربه المهارات البشريه الاستاذه رغده السعيد. مساء الخير يا رغده. مساء الخير، ازيكم؟ ازيك يا رغده؟ الحمد لله، يعني وحشتينا من الحلقه اللي فاتت. ميرسي، وانتوا كمان، وانتوا اكتر. قولي لي بقى يا ستي، ايه الفرق بين المقابله الشخصيه في البيت وبين المقابله الشخصيه في العمل، وايه القواعد اللي الواحد المفروض يلتزم بيها في اول مقابله؟ في فرق كبير جدا طبعا بين الاثنين. انا رايحه اشتغل، يعني رايحه حاجه لازم ابقى داخله مجال عمل، مجال هبقى فيه في شركه، هروح كل يوم شركه، هقابل زملاء. انما البيت ده ممكن يبقى خطوبه، ممكن يبقى جواز، ممكن تبقى زياره عائليه، فطبعا ده بيختلف تماما حتى نفسيا وهيئة يعني، وهو وفي الشكل الخارجي كمان. فلو هنتكلم الأول على الزيارة العادية، أكيد إن إحنا مثلا مش هبقى رايحة لابسة مثلا بدلة سودة عشان رايحة أتقدم لوحدة، راح عزا كده. بالظبط، فعلا الفورمال، اللبس الفورمال أو اللبس الرسمي، ناس كتير قوي بتفتكر إن هو لازم يلبس أسود، إنما الأسود ده جنائزي أو بتاع أفراح بس، يعني ممكن جراي غامق، بني غامق، كحلي كده. انما يروح عريس بقى ورايح لابس بدله وكرافات وبتاع، يعني لازم يلبس فورمال بس ما ينفعش يبقى عريس، قفلها قوي، يعني مش رسمي قوي. او مش رسمي قوي طبعا. اول حاجه في الانطباع الاول او في المقابله الاولى الاتصال المباشر بالعين. لو فقده يبقى فقد الثقه في نفسه، فقد ان هو بيحترم الانسان اللي قدامه خالص. بمعنى ايه؟ يعني يعملوا ايه؟ يعني لازم انا اول مره هتكلم معاكم او هقابلكم لازم ابص دايركت، يعني يبقى في اي كونتاكت، اي كونتاكت مستمر. طبعا مش مستمر 100%، يعني ممكن نقول بنوزعه، يعني احنا قاعدين ثلاثه لازم بوزع الاي كونتاكت بينك انت وسمر او العكس. ولازم ابقى باصه دايركت في العينين. في حاجات كده تريكس لو عايزين تعرفوها بالمره، وبما انكم يا ريت انا اتكلم بالتفصيل يا رغده. ممكن تبصوا هنا، لو بصيتي لي هنا اشمعنى بصي كده هنا، كاني بصه لعيني بالظبط، كانك بصه لعيني بالظبط. حلوه التمرينات اللي على الهواء كده. انا نفسيا هتبقي انت مش مكسوفه ان انت بصه في العين، وفي نفس الوقت مديه الايحاء، هتبقى محرجه شويه. لو بنت وولد، لو مثلا هتقابلي مديرك في العمل او حاجه، وقت ساعات لو انت مذيعه بتبقي مطالبه ان انت لازم تقدري تمنتين الاي كونتاكت ده مع الضيف بتاعك. فساعات بقى اللي هو ممكن هو يتحرج او انت كمان تبقي محرجه، فتبصي هنا. طب رغده قولي لي، بالنسبه للمواعيد، هل انت شايفه مثلا انه الواحد لو عنده مقابله اذا كانت شخصيه او حتى اذا كانت عمليه يروح في الميعاد بالظبط، ولا يفضل ان هو مثلا يروح قبل الميعاد ب 10 دقائق ربع ساعه؟ قبل الميعاد بربع ساعه ان شاء الله استنى في الشارع. بس اكيد يعني قبل الميعاد. الالتزام مهم جدا في بدايه التعارف بين اي حد، لان ده اول انطباع. لو واحد رايح يتقدم لواحده ومديها ميعاد 8:30 وداخل الساعه 9 مثلا، خلاص يبقى انت ما بتحترمناش، وهتلاقي الاهل مش متلهف على الموضوع، هيقولوا لا ده مش جاي كده. لا يعني ان شاء الله يروح قبلها بنص ساعه ويستنى في الشارع. بس يوصل قبلها بخمس دقائق، ما ينفعش يوصل قبلها بربع ساعه ينظم بقى يقعدوا يشيلوا الحاجات من قدامه، وعارفه نظام ام العروسه والحاجات دي، ما ينفعش. هيبقى صعب قوي ان هو كده. في مجال العمل بقى لازم قبل اللبس بقى بنؤهل نفسيا. انا رايح اشتغل او رايح انترفيو شغل وانا مش محتاج للشغل ده، مع ان الناس كلها محتاجه الشغل طبعا والحاجات دي، بس لازم يبقى لابس ماسك او درع ان هو واثق من نفسه جدا. دي بتدي انطباع جميل جدا، ما ينفعش يروح متلهف على الشغل. احنا لما بدرب حته ان انا احضر انترفيو بلاقي ان انا لازم اقول لهم شوفوا المسافه اللي هتركبوا فيها قد ايه، اللبس ما يتكرمش. ممكن تبقوا رايحين تعملوا انترفيو في مصنع، ما ينفعش تلبسوا بدله غامقه عشان التراب. الجزم ممكن تبقى في مهم مثلاً، ان البدله الغامقه دي مش مستحبه في اي حاجه في الاول. لا بصي، هي عامه لا، البدله الغامقه مستحبه في الانترفيو الفورمال بتاع شركه، يعني كحلي، بني، جراي. انما كانترفيو او كزياره عاديه بقى بدله كتير. طب هو قولي لي، لازم بدله؟ ما ينفعش مثلا شميز وبنطلون؟ بصي، الفورماليتي او الرسميات بقى يا اما بنطلون وقميص وكرافات، يا اما بدله كامله من غير كرافات، يا اما بدله كامله بالكرافات. طب رغده، عايز اعرف منك، الموضوع مختلف ما بين الست والراجل؟ يعني لو الراجل مثلا هيلبس بدله